السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم اثنين 12 أكتوبر 2020، الثانية عشرة بالتوقيت المحلي، 11 بتوقيت غرينتش، الانطلاقة من محطة القطار طرج المدينة، محطة القطار ملبة. هذه الطريق اللي كترجع مشي طنجة البلية السالية القصر الصغير في اتجاه العكس. قريب النجمة، في اتجاه المحطة الطرقية الرياض تطوان القديمة اللي مبقاتش. المركز الصحي المستوصف بلاص مزار، كاين مركز التكوين المهني بالمرحلة عبد المنور سبيطار، هناك مسجد السوريين، ساحة الجامعة العربية، المكان اللي كانت فيه المحطة الطرقية القديمة اللي فيه شارع بيتهوفن، شارع فلوس المتشفين، مولاي اسماعيل، طريق الاخوان، شارع مراكش. هذا الشارع اللي درت منه نسيت السميه ديالو. كاينش اللي غينقوم السير هنايا، راه الناس كيبقاو حاصلين، الشوارع تقريبا كلهم نفس الوتيره ديال السيارات اللي فيها، راه ما غتزورش شي فاصل باش يدوزو ياخرين. هذا شارع مولاي اسماعيل،
لي ما كان لا زايدة عليك ما تعطيش الطريق هكذا كنسوقو بهذه الطريقة هذه تحضي راسك وتحضي بزاف أما في البيرمي كيعلموك كتقرا الدروة ديالك يتلاقاو في وسط الطريق يتبادلوا الرسائل سلام سلام الله يسلم أنا بالنسبة لي بالنسبة لوحيد آخر نتبرس معه إذن هذا الفيديو من محطة قطان مرابطة إلى بني مكادا مهم مستشفى الأمراض النفسية اللي ربما غيتحيي حتى هو من هنايا غيتحيي حتى هو غيمشي لجهة الشرافة وكاين زعما كنبني مؤسس هذاك هو المطعم المستشفيات عندهم خصهم شوية ديال الهواء خصهم شوية ديال الجردة خصهم شوية ديال الغابة ولكن بعد كيبدا يوسع البناء مستشفى آخر لهنايا اللي من بين سلسلة المستشفيات مستشفى القرب ايوا تسمية جديدة مستشفى القرب ما عرفناش شنو كتعني هاد مستشفى القرب المركز الطبي القرب مؤسسة محمد السادس للتضامن دابا راه مدة سنتين ولا ثلاثة ولا شحال هو كمل مسالي شي مبني قسم المستعجلات هنايا المركز الطبي القرب هنا كاين جناح الولادة عباد الله واش جناح الولادة كيكون في وسط السوق في وسط الغراج نعرف واش تفتح ولا ما تفتحش تحول الى مركز اخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى.